ركلات الترجيح تحتاج أعصاب وبتحتاج دقة بالتسديد. علي رضا عم يعطي الإذن لحسن معتوق، حسن عم يتقدم، حسن بيتقدم بيسدد داخل الشباك، داخل الشباك. إذا ركلة الترجيح الأولى للأنصار عم بيسجلها حسن معتوق، وبسرعة بيتجه ناحية نزيه أسعد ليحفز نزيه ليعطيه دفعة معنوية بالإعادة. حسن معتوق والتسديد الجميلة، التسديد الجميلة من حسن معتوق داخل المرمى، وحاليا علي السعدي هو اللي حيسدد أولى تسديدات فريق النجمي. علي السعدي بمواجهة نزيه أسعد، علي السعدي رح يجرب يعدل النتيجة. علي السعدي إجمالا تسديدته بتكون نوعا ما قوية، ركلة الترجيح تما يعطي فرصة لحارس المرمى إذا راح على نفس الجهة يقدر يصد لها الكرة. علي السعدي بمواجهة نزيه أسعد، هل رح يتمكن علي السعدي إنه يسدد بنجاح أو نزيه أسعد إنه يصد الكرة؟ هذا الشيء اللي رح نعرفه. بيتقدم علي السعدي بمواجهة نزيه أسعد وبيعدل النتيجة 1-1. هيدا اللي كنت عم بقوله، بيسدد الكرة بقوة، ذكي كتير ما يعطي أي فرصة أبداً لحارس المرمى ليروح على الكرة، والنتيجة التعادل 1-1. جهاد أيوب هو يلي حيسدد الركلة الثانية لفريق الأنصار، اللاعب رقم 6 يلي عادل الأرقام بآخر لحظات المباراة. هل حيكون عم يسجل الركلة الثانية لفريق الأنصار أو أنه لعلي حلال كلام آخر؟ خلونا نشوف. جهاد أيوب عم ياخد كل وقته، اللاعب رقم 6. إذا جهاد حيكون على التسديد، وعلي حلال واستعداداته لهيدي الركلة، الركلة الثانية للأنصار. جهاد أيوب وعلي حلال، جهاد بيتقدم، جهاد أيوب بيسدد داخل المرمى. شو هالرواء يا جهاد أيوب، شو هالرواء بالتسديد يا جهاد أيوب. وعم نشوف فعلا جهاد كيف عم يحتفل بتسجيله للركلة الثانية. بهالوقت قاسم الزين لاعب الخبرة وصخر الدفاع فريق النجمة عم يتقدم للتسديد. هل رح ينجح قاسم الزين انه يسجل هدف التعادل؟ يعني الضغط عم بيكون هلا على لاعبي فريق النجمة، طالما فريق الأنصار عم بيسجل يعني مطلوب من فريق النجمة انه يضل يعدل النتيجة مع فريق الأنصار. طالما الأنصار عم بيسجل وهو يلي بادي بالتسديد، قاسم الزين بيتقدم. شو رح يعمل قاسم الزين بهالكرة؟ قاسم الزين بيسدد على يمين نزيه أسعد للمرة الثانية على التوالي. نزيه أسعد عم بيروح على الزاوية الصحيحة، عم بيختار الزاوية، عم بيلحق الكرة. نزيه أسعد ما عم بيختار زاوية قبل، عم بيشوف وين الكرة عم بيلحقها. بس لازم وقت بدك تسدد بقوة تنجح انك تسجل، وهذا الشيء اللي عم بصير مع قاسم الزين. التعادل 2-2، ولاعب النجم السابق الانصار الحالي على التسديد. علي السيسي اذا هو على تنفيذ الركله الثالثه للانصار. علي السيسي يلي فعلا سجل الهدف الاجمل بالموسم الماضي بمرمى الانصار، هل رح ينجح بتسجيل الركله الثالثه بمرمى فريق النجم؟ السيسي بيتقدم بيسدد، فعلا بينجح علي السيسي بتسجيل الركله الثالثه لفريق الانصار. الانصار 3 النجم 2 والركله الثالثه للنجمة. عم نشوف الاعاده، علي السيسي بيوضع ليمينه لعلي حلال، والركله الثالثه لفريق النجمة. عم يتقدم لتنفيذ اللاعب مصطفى انصو بمحاوله كمان ليخلي النجمة بأجواء ركلات الترجيح. مصطفى أنصو بمواجهة نزيه أسعد، شو رح يعمل نزيه؟ رح يلحق الكرة، رح يختار زاوية، ومصطفى أنصو بيتقدم وبينجح. حلوة كتير من مصطفى أنصو، بيسجل هدف التعادل، ركلة ترجيحية الثالثة الناجحة لفريق النجمة. حلوة كتير هالتسديدة، 3-3 التعادل، وعلى أعصابهم اللاعبين. يوسف الحج هو على تنفيذ هيدي الركلة الرابعة لفريق الأنصار. يوسف إذن عم نشوفه عم يتقدم للتسديد، اللاعب رقم 11 بصفوف الفريق الأخضر. هل رح ينجح مرة جديدة بتسجيل هدف التقدم للأنصار أو إنه لعلي حلال كلام آخر؟ خلونا نشوف. يوسف الحج
يوسف هو على تنفيذ هيدي الكرة. يوسف الحاج وعلي حلال. يوسف بيسدد داخل المرمى، داخل المرمى، الهدف الرابع للأنصار، ركلة الترجيح الرابعة للأنصار. 4-3 أصبحت الأمور. عم نشوف بالإعادة، يعني راح علي حلال على الجهة اليسرى، يوسف الحج وضع على الجهة اليمنى، ويلي حيسدد الركلة الرابعة للنجمة هو حسن كوراني. حسن كوراني التسديدة الرابعة من ناحية فريق النجمة، وركلات الترجيح رائعين من الفريقين، يعني الكل على أعصابهم. مين رح ينهي المباراة؟ هل رح يروحوا اثنيناتهم لتعادل حتى بركلات الترجيح؟ ونشوف أكثر من لاعب عم بيسدد. كوراني بيتقدم بمواجهة نزيه أسعد. الكوراني 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 بيتقدم وبينجح كمان. الكوراني عم بيسجل الركلة الرابعة، وما أصعب الركلة الخامسة بين الفريقين كان كريم درويش يلي رح يسدد الركلة الخامسة، لأنه هلأ الخطأ رياض ممنوع. معقول تغلط ببداية الركلات ومعقول واحد يعوض، بس هلأ ممنوع الغلط. يعني حسن كوراني بعد تسجيله ركلة الترجيح كان عم يهدي هيدا الهدف لروح جدته يلي توفت من أيام قليلة، حاليا على تنفيذ الركلة الخامسة لفريق الأنصار. كريم درويش اللاعب يلي ما ظهر بالمستوى المطلوب بمباراة اليوم. كريم درويش هو على التنفيذ. كريم درويش بيسدد داخل المرمى، داخل المرمى، الركلة الخامسة للأنصار. الأنصار 5 النجمة 4، ويلي على تنفيذ الركلة الخامسة للنجمة هو محمد غدار. محمد غدار يا بجر فريقه لركلات ترجيح جديدة، ركلة سادسة حاسمة معقول تكون، أو رح يعطي اللعب لفريق الأنصار. هيدا الشيء اللي رح نعرفه من بعد ما تنفذ هالكرة. محمد غدار لاعب خبرة كتير كبير، وبهيك ركلات مطلوب لاعبين خبرة يكونوا عم بيسددوا. الأنصار بيتقدم 5-4 بعد 9 ركلات من دون ما يتمكن حدا انه يصد ولا ركلة. محمد غدار بيتقدم الغدار وبينجح لزياد اسعد انه يصد الكره.